إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اليوم تم افتتاح بئر ما صدق جاري عن كل من الزوزين، الزوزة الحاج صبحي جميل يعقوب وزوجة الحاجة صفية أحمد مصطفى صحادة يعقوب من كفر قرع، نوع البئر الارتوازي، تنفيذ غرب البنغال، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.